بسبب احتياج الطرقات في بلدة كلي لإعادة تأهيلها، قامت منظمة سارد بالتعاون مع الجهات المسؤولة في بلدية سرمدة بإعادة تأهيل هذه الأسواق ورصفها ببلاط الأنترلوك، حيث أن هذه الطرق سيئة جدا غير قابلة للاستخدام، وخاصة في فصل الشتاء بسبب تجمع مياه الأمطار فيها وظهور الوحل والطين، مما يصعب على الأهالي استخدامها لاحتياجاتهم الخاصة في التنقل. أما في فصل الصيف فيصعب استخدام هذه الطرق أيضا بسبب انتشار الغبار فيه لكثرة، فعمدت منظمة سارد بالتعاون مع الجهات المسؤولة إلى إعادة رصف هذه الطرق باستخدام بلاط الأنترلوك، مما سهل على الناس وساعدهم في استخدام هذه الطرق بسهولة أكبر في قضاء حوائجهم، بالإضافة إلى تركيب عمدة إنارة لإيصال النور ليلا في هذه الطرق. حلو وملون. ما